أهلين، أخذت قرار؟ ما عندي خيار تاني، بدي أطلع من هون. مو من شان تطلع من هون، لازم تقرر ما ترجع مرة تانية. منتبه لهالنقطة؟ ما رح أبقى هون، ورح كون برا واشتغل لصالحكم. أنا أخذت قراري وأصلا ما عندي خيارات، وبعدين هيك الله ورجاني. نحن عم نقدم لك حياة أفضل. صراحة بهي ما فيني إلك صح أو غلط، رح أعمل جهدي وحاول اشتغل، بس في عندي شرط. لا تخافي، ما بدي عصير. بس الشروط ممنوعة عنا هون. عم اسمع أمي بهالطلعة المبكرة أو الطلعة بشروط أو اللي هي، ما رح تقتنع. السبب؟ أمي كيف بدي قلك، هي غريبة شوي. وقعوك بالفخ يا ابني، في حدا له مصلحة بوجودك بالسجن. هالحكي ما بيفيد، تمضى بس اطلع منشوف أمي. انت ابني الوحيد، بس خبرني، قلي مين هو يلي ورطك بهالقصة؟ بكفي تعطيني اسم واحد بس، مين عملها؟ ما في هيك حدا، ما تشغلي بالك، أنا منيح. بدي أقول الحقيقة لأمي. ابني شو نحن عم نلعب؟ لشو عم تدخل أمك؟ أنت بتطلع من السجن وهي بتنبسط وبتكملوا حياتكم بشكل طبيعي وانتهى. أنت ما بتعرف أمي، لهيك ما رح تفهم اللي بقصده. حقلك، جدي كان واحد قبضاي، وأبي كان قبضاي مثله. إيه حقلك، كيف بدي أشرح لك؟ عقل أمي مختلف شوي، بيشتغل غير. وكونه مختلف شوي، هالشي بيفيد شغلنا ولا بيضره يا ترى؟ حسب الوضع. إذا عرفت الحقيقة شو رح يكون رأي أمك؟ هذا هو السؤال. ما بعرف، بس أمي إذا عرفت الحقيقة رح تتفهم الاتفاق اللي صار بيناتنا ورح تتقبله، وهيك بيشتغل برياحة أكتر. ابني، أمك ما تفهمني غلطها، بس هي ما أنا فرد مهم بالقضية. الشغل اللي عم تعمله معنا ما حنسميه شغل، اتفاق، هذا سر. والله بعرف، أنا فهمان عليك، بس أنت فهمني، هذا هو شرطي. يعني إذا ما قبلنا أنه نخبر أمك ما رح تشتغل معنا؟ يعني الوضع الطبيعي، رح يختلف الحكي طبعا. شو انت عم تمزح؟ دقيقة بهار، هالدور تبع ابن الماما فكرت فيه بالليل؟ ايه هيك شكله مفكر منيح. هاي ما بدها تفكير، عم نحكي عن امي وانا اقرب من روحها وبعرف بشو بتفكر. ما فيني كذب ولا فيني خبي الحقيقة عن امي واستمر. سيدي بصراحة نحن شكلنا غلطنا، لو منعرف هيك كنا حكينا مع أميرة وأخذنا رضاها من الأساس. لو خبرتيها كانت رح تقول الخروف ما لازم يوثق بالذئب. والخروف هو أنت؟ ما أنا الخروف الصغير، ما رح يخدعني الذئب الشرير. لا تخاف مني يا خروف، أنا ذئب طيب، ما رح أكلك، أنا بحبك. شو عم تعمل؟ كان اسمع يا ابنه، أمك ما رح تعرف بهداك الدي في دي لأنه بيحكي عن قتل أبوك، رح تنزعج ورح تخاف تخسرك، وهدول الشغلتين ممكن ينزعوا شغلنا. طيب وشو إلا؟ عم اشتغل لصالح الشرطة وما في داعي إلا شو الشغل وين وشو رح تعمل ومع مين وخلاص. ؟
صباح الخير معلم. ليش ما كملت نومك؟ أنا كنت بصحيك ابني. في قهوة جاهزة؟ رح أعمل لك زهورات. القهوة ما عم تخليك تنام. عم بتنام ساعتين ثلاثة باليوم. والله رح توقع ويغمى عليك بشي مكان. الله يحمي لي إياك. لو تروح عند دكتور رح يخليك تنام ثلاثة أيام. نورتان خانم، وبيقولوا كمان الشاي بالبابونج مفيد لقلة النوم. ها ماشي منجربه. شو عم تعمل هون آدم؟ معلم والله نورتان خانم فطورها السجق اللي بتعمله مع البيض ما بيتعوض. ايه والله ايه خليه ياكل. ألف صحة وهنا آدم. على قلبك يا خانم. ابني جيهان أنا رح أعمل لك صحن مثله. ايه آدم شو صار مع البنت؟ كويسة لما صحيت وصلتها. طيب ليش ما شفت مين هي وشو قصتها؟ معلم هالبنت بنته الاسكندر بيك. شلون يعني؟ ايه معلم مجدة هديك البنت مو بنت اسكندر اكاي؟ هلا مجدة بنت لمعلم اسكندر؟ آدم انت متأكد من هذا الحكي؟ وانا هلا لعرفت وفكرت انه عندك علم. يعني مبارح لما شفناها للبنت وهي غميانة فكرتك عرفتها. شو هالحكي هذا آدم؟ والله يا معلم هذا اللي صار. ولما لزمتنا هويتها بالمستشفى لحتى انتبهت على الموضوع، وطبعا لما رحت على بيتها انصدمت. طيب هي بتاخد أدوية أو ممنوعات؟ اللي لا معلم أنا فتشت شنتايتها نظيفة. هي شغلات العشق والغرام والفراشات يعني مشان تجمع القلوب. مين حابة لاعب الفوتبول؟ إيه بظن هو ذاته. طبعا هالأمور ما حدا بيعرفها. آدم راقبها للبنت منيح، وأول ما تقابلها كان خبرني فورا. حبيبي سويت لك سندوشة زيتون مع البندورة والفليفلة. جيهان ليش ما بيرد على حدا؟ معلم شو رح يصير بجماعة قطر؟ خير خير يا اسكندر، بعرف انه انت مالك من النوع اللي بيجي خبط لزق. بما انك جاي بدون شوشره وضجه وانذار مسبق يعني مستعجل. بكل السنين اللي مضت كنت معلمي الهان، وطبعا الدم بيحن. حبيت شوف اللي كان يتامر علي شو وضعه هلا. ها وهي مرت اخي مو متغيره ابدا. وين جيهان قير؟ مو هون. والله وكبرنا يا الهان. أنا وضعي تمام بس أنت شعراتك مبيضين. اسكندر شو بدك قول وخلصني؟ عم قول خليني أردم مسبحك يلي بتحبه. وليش بقى؟ لأنه أنا مو شاطر بسباحة. بفهم إنك غيران؟ إيه أنا بغار يا إلهان. كل واحد بغار من يلي وضعهم أفضل من وضعه، خاصة إذا ما بيستاهلوا. عطول بيقول ليش حالتهم أحسن من حالتي؟ إيه هذا الحكي وقت بيكون ضعيف بيخبي كل هالحكي بقلبه، بس لما بيصير قوي بيجي وبيحكي كل شي بوشهم. كتير مشتاق لمسحاتك. سنة 1997 مشينا بالطريق مع بعض مجازيا وفعليا يا إلهان. الله يرحمه كان المعلم صبري موجود وجع الدكان. رجال له اسمه فخفت منه. ما كان حكيه مثل حديثنا هلأ، لا بعرفه لما بيدخل لمكان بيطلع سلاحه بيقوس. كان يقول لي انسحب من طريقي وإلا بمحي عيلتك لسابع جد. على طول بحب أحكي حكايات قديمة. ولك أنت شو بدك تقول هلأ؟ عم قول بمحيك يا إلهان. شو قول لسه؟ لينك المناقصات دادي دادي رح تنسحب منهم. انت من وين عم تجيب كل هالجرأة هاي؟
أنا كل أموري على السليم، وفي وراي إخوالي وكباريتي، عم أعتمد عليهم وتهجم عليك منيح؟ عم تقلي من وين عم تجيب الجرأة؟ اسمع منيح شو بدي قلك. شي من هون ولا؟ ما تخليني قتلك هون ببيتي؟ إلهان، لو بيطلع بإيدك كنت بتخفيني تحت سابع أرض. تركنا من حركات ما تخليني قتلك هون ببيتي، تقتلني وبتاكل حلاوي على روحي. بإيدك كاسة المشروب وعامل لي فيها شهم، خليني أعمل لك منقى المشاوي، بلكي بتتذكر من وين جيت، ولا ما بدك تتذكر شي؟ كيف صحتك مرت أخي؟ شو القصة؟ أنا القصة كلها يا مرت أخي، وكل خيوط الحبكة بإيدي. روحوا شوفوا. سيدي طبعاً القرار الأخير لإلك وحدك، بس لو ما منتعاطى مع أبو نص عقل هاد وما مننجرب يحبله على البير، خلي حدا منا يتدخل، بترجاك ترجع عن قرارك هاد. لو طوعني بلا اعتراض ما كان أقنعني، عنده الجرأة شارطني، معناها الولد ما نسهل. يعني هالشغلة رح تصير؟ رح تصير طبعاً، كل الشروط اللي حكى عنها ما أنا مهمة، أنا بس كنت عم اختبره. بس سيدي لا تنسى انه امه مانا تحت سيطرتنا كمان. بالله شو ابنها الوحيد قدروا يتحدد بايدينا، شو لسه ما بعرف. وفوقها نعرف انه ابنها عنده سر متعلق بالماضي، هو ما بيعرف انه بدلوه، وهي لازم تعرف انه عنا علم. يعني بدنا نحكي؟ ايه اكيد بدنا نحكي، يعني مو للولد بس، في يوم منقول لامه. خلينا نتركه يحط شروطه، ما في قدامنا طريقه غير انه نحتال عليه. رح اتأفف وبعدها منوافق ليفكرنا مشينا على كيفه ومندخل بالشغل. يعني بدنا نطلعه من السجن. ايه ايه تركي يتفتل بس ما يزودها. يلا بهار، يلا يلا. جهانجير، لما شفت منظر أبوك وتياب اللي لابسها فكرته فران الحارة. بس ما طلع. إيه طلعت أنت اللي عم تخبز وأبوك عم يبلع. غير طريقتك جهانجير، غير لي هالعقلية اللي حاملها. تعال خلينا نعمل شيء مع بعض. أنت بتعرفني أنا ما رح أعمل اللي عم بتقول عليه. أنت ما كانت تجي لهون، خير شو صاير؟ بس يزيدوا السكان بتبلش الحرب يا جهانجير، المصاري ما عم يكفوا للكل، لهيك اجاني طلب وعم يشتغلوا. استنى لأعطيك كرتي. امسك، ما بعطي هالكرت لمين ما كان. نحن بنعتبر عيلة واحدة، ما بتفرق جهانجير أو اسكندر. تعا خلينا نفتح طروادة مع بعض. ليك أنا بنكت وأنت بتلقطة، كتير لازمني رجال مثلك. شو؟ روح. شايف؟ ابننا واقف وعم يحكي مع اسكندر يا إلهان. ولك هذا شو بده يحكي معه؟ إجا على بيتنا بدون ما ندعيه، ولا هو صديق ولا هو ضيف. والله ماني فهمانة شي.
خلصتك من غير شي. أنا معصب وطالع غلي، مو وقت الكلام اللي بلا طعمه. الهدوء يلي عند ابننا جيهان أوقات عم بيخوفني. إذا بتنشق الأرض يمكن يطلع صوته شوي، وبعدها بيمشي على مهله بدون ما يعمل ضجة. قلة النوم عم تأثر على أعصابه للولد وتغيره يوم بعد يوم. معلم، معلم، اجوا جماعة قطر. قولي لازم روح معهم ولا الحق هديك البنت، يعني بنت اسكندر. شوفها للبنت وبس تطلع من البيت خبرني، واذا ما طلعت خليها كان يطلب انه يقابلها. شو كان اسمها؟ مجدة. انا بظن انه اخذين اسمها من الافلام القديمة، بس شوف لي هذاك اسكندر مو شكله ابدا حدا بيتفرج على الافلام. اسكندر ناوي على شيء ولازم نحتاط. خلي مجدة تحت نظرنا يا آدم. إيه أمرك معلم. لحظة، موبايلك كان مغلق ولهيك إجيت وراك. شو ليش موبايلك مغلق؟ طفيته المساء ونسيت شغله الصبح. ليش إجا اسكندر؟ هو جاي يوقف بوشنا ويتحدانا. بابا أكل من خبزنا، عن جد ما بيخجل من حاله، عيب عليه. بابا شو اللي قال لك يا حكي لي؟ لك ما قال شي بنوب، جاي يوقف بوشي ويهددني بحكي فاضي، وقال انسحب من طريقي، ما قال أي شي تاني. إيه بس شو صاير يعني؟ لشو هالحركات هي؟ بيكون شي حدا دافشه، واسكندر مانو صاحب مواقف بنوب. على قد ما كبر بحاله رح يوقع، هو دائما بيقلد أبوه. خلصنا، لك سكتي بقى. ابني أنا ما بعرف شي، بس إذا أنت بتعرف أي شي خبرني عليه. الرجال إجا وحكى اللي عنده، نفش ريشه وتفاخر وحمل حاله وراح. بس في شي لازم يتغير، وانت بدك تلاقي لي هذا الشي، وانت اللي بدي اياك تقلي عليه. انا ما بعرف شي بنوب. مرحبا. وين ايام الكمان والكلارينيت والقانون؟ ما عادوا موجودين، صاروا يعزفوا على العود الالكتروني. شو صاير بالعالم؟ معقول عم يرقصوا على هيك انغام؟ شو ربيت عدس؟ لا بصل. ها غدا صحي. تعرف شو المدارس لازم تستفاد منك وتقدمك للطلاب عندها، مثال حي على كثر السرسرة. أسلوبك بالسخرية بيناسب لتكوني محللة سياسية. اللي أنت ليش هون؟ فكرت بهالشي؟ أنت قدامي بس لأنه مديري بالشغل مأمن فيك، أما أنا ما بوثق فيك بنوب ولا بصدقك.
بتعرفي فيدا فيدا؟ لك أنت مو من أنقرة؟ يعني شو اللي بيعرفك بهاي القصة؟ بالله جد؟ بحب قصة الفيدا فيدا من زمان. طيب يلا قوم لشوف، صار لازم نروح. ليش مستعجلة هيك؟ يلا. استنيني استنى. جاي. تفضلي. امشي يلا بقى. لا ما بيصير. كان يلا. طيب. شو لقيتهم؟ لا معلم، القطر اختفى. كيف يعني اختفى؟ مو على أساس نزل باسطنبول؟ ايه نزل. ايه معلم نزل باسطنبول ونطرنا على باب الخروج بس ما في حد. لك تضربوا انتو هالشغل. اللي هلأ وينكن انتو؟ الشرطة ما عم تخلينا نوقف، عم نحوس والشباب دخلوا بيدوروا عليه. ايه معلم، القطري اما عم يهرب منا او انخطف، ما في احتمال تالت. انا بورجيك يا اسكندر. ما بعطي هالكرت لمين ما كان. اي ادم، مجدة شو عم بتساوي؟ نحن ببيت هاكان معلم وهي هون. حلو، اوعك تتركها. استنوني انا جاي. دير بالك. امرك معلم. يلا خلونا نروح. اسكندر بيك؟ جيهان غير بيك، أنا بخير، لا تقطع، أنا جيد. ألو؟ ألو؟ اسكندر بيك؟ تعا مطعمي خلينا ناكل لنا سوا. وهي رحلة اسطنبول انتهت يا بيك؟ بما انه هاد مو بيتي معناتها لسه ما اجينا على اسطنبول. رح تشتغل معنا هون. هون بدك تعطينا التقارير. كانوا يسموه من قبل البيت الاخضر ولسه اسمه هيك مع انه لونه ابيض. يا ريتو ضل اخضر، بيطلع فخم اكثر. اساسا ما بحب البيوت الكبيرة. أمك جوا. بالله جد؟ أنت دخلت أمك بالقصة، وطالما بدنا نحكي ونتقابل حبيت يكون هون. وينها؟ أمه بتعرف مو؟ صارت بتعرف وحطت الشروط كمان. شروط على شو؟ شو صار لحتى بعد كل هالمدة صرتوا بدكن تشغلوا ابني معكن؟ صار شي لحتى ابني صار يفيدكم وبدكم مساعدته؟ لازم تخبرني عن هذا الجزء. شو صار سيد جمال؟ بالأول فكرت أسعلب، طلعت مثل الحية. وهالشي رح يساعدنا بمهمتنا سيدي؟ أميرة مرت عدنان مانا بسيطة، خلي هذا الشي ببالك. ممكن ما تفيدنا بشي،
بس إذا كنا بنفس الصف ما بتأذينا على القليلة. يلا. كيف كانت سفرتك؟ منيحة. ورقصت فيدا فيدا. ايه برافو. وكأني رقصت معك. وشو هي الرقصة؟ عالطريق بالاستراحة اللي وقفنا فيها هذا المايع قاعد يرقص، هذا اللي عم بيقول لها. كنت اتصل فيني وانت عالطريق، كنا حكينا. ما سمحوا لي بالتليفون. عم يحكوا بالألغاز. بحلف لك إنه عم يحكوا بالألغاز. يا شباب جيبوا لنا شاي. لكان ابنك رقص بالاستراحة ما؟ وطلع ما بيعرف يرقص. لا امبلا اكيد بيعرف. بيعرف بس هون ما في اعراس لحتى يرقص. هاي الشغلات نصيب. اي شغلات؟ قصدي الزواج والاعراس. مين بتكون هالبنت سيد جمال؟ بهار شاركت ابنك برحلته، هنن اجوا مع بعضهم من أنقرة. لكن هيك مشكورة. لنحكي بالشغل. نحكي طبعا. هلا هذا الشخص يلي عم تلاحقه إلهان تيبي كان هو صديقه المقرب للمرحوم زوجي. أنا إلي فترة طويلة ومو شايفته، بس إذا بقله بيشغل كان عنده. لا ما بدنا بهالأسلوب. نحنا عم نفكر يدخل على أي قسم من معامل إلهان، وبعدها بيصير بيترفع وبيثبت حاله بشطارته. إلهان تبلي أكيد رح يعرف مين هو كان. بالنهاية هالشخص فات لعنده بالسر، وإذا انكشفت هالقصة ما رح يصير خير، صح؟ مو هيك يا خانم، نحن رح نعطيها هوية جديدة. هو يلي قتل أبوه؟ مو هيك؟ يعني في هيك ادعاء بس مو متأكدين. ما لازم يكون في شي سري بيناتنا يا جمال. من وين عرفتي بالديفيدي؟ ابني بيرقص في دديدة. ولك انت ايمتى عملت هالشي؟ تمام برافو عليك والله احسنت، بس كيف خدعتني؟ والله كانت عيني عليك، امتى خبرتها؟ خلص بوعدك، إذا رقصنا شي يوم بقلك. تضرب مأغلصك. ما في داعي لهالأفلام، أنا رح أحكي مع إلهان تبلي خليه يشغله عنده. وبرأيي المشكلة الأساسية مختلفة. شو هي المشكلة؟ يعني إذا كنتوا عم تدوروا على أشخاص أعلى من إلهان تبلي، يبدو في حدا حاطط إلهان تبلي واجهة لينفذ أعماله.
بس عم يقولوا رح يقطعوا له كرت أو انقطع، هيك عم يقولوا. وأنت شو عرفك بهالشي؟ فقدت زوجي وما فيني أخسر ابني. بالنهاية حياتي وحياة ابني بين إيديكم. كثير منيح، معلومة جديدة. مين اللي رح ياخد مكان إلهان؟ مين هو الواجهة الجديدة؟ إسكندر. إسكندر؟ اتركوه خليه يفوت. تعا جهانجير تعا. تعرف ضيفنا؟ مرحبا. تفضل ارتاح. هلا هون عنا مي كتير. في عنا بير. مانو بير بترول بس بير ذهب. رح اعطيك مثال وفهم أخونا القطري هالموضوع. هون نحن مشهورين بالسياحة والمطاعم. والأكل الطيب ومشهورين بالكباب. إيه والله الحكي مظبوط. نحن منحط اللحم على نار هادية كتير لحتى يدوب الدهن بالأول، بعدين منسوي جنبه رز بالخضار مع البهارات طبعاً، ومنحطهم قدام الضيف. رجل كريم، رجل كريم. ومنستنى شوي حتى يستوي، ومنجيب الكباب على الطاولة لقمة لقمة بر، وبيدوب اللحم الطري بالتم. يا سلام يا أمي يا سلام. فعلا المطبخ التركي مشهور. أنا صاير أحكي مثل الإعلانات. ترجمان خذ الضيف وعمل له جولة بالمطعم لو سمحت. حاضر. وخليهم يحكوا له عن مربى القرع. أكيد. ليشوف شطارتنا على أصولها بعيون. تمام، فكرة حلوة حلوة. خليه يتعرف على المراحل اللي بمر فيها القرع القاسي ليصير علكة مربى. تمام تمام، سنذهب الآن. والله أنا بنفع أكون دليل سياحي كمان. يلا روحوا يلا. اسكندر بيك، الشي اللي عملته ما زبط. شو اللي عملته ما زبط؟ إنه عطيتك كرتي ولا غداي مع القطري، ولا بتقصد تهديدي لإلهان تيبلي؟ أنا عندي 9 أنطينات يا ابني، من وين ما إجت بالقطها على الطاير. أنت خبرني شو بدك بالضبط لحتى نحكي فيه. أنا بدي تكون من طرفي، وأبوك خليه عم يبيع بيوت معفنة، هو ماله بالشغل هاد. مثل ما شفت هاد القطري إجا لعندي برجليه ومبسوط كتير. هو كان قاعد معي غصب عنه شيء؟ القطري مانه مهم، بس شو بدك من أبي؟ إنه يترك الشغل ويخلينا نشتغل. بدي أنت كمان تصير واحد من رجالي. وإلا؟ وإلا الإيد القوية ما بتلوى، تاخد الغلة كلها. وأنا بدي أحصد غلة أرضي وأرض الهان تيبلي، وهو واقف على جنب حاجته. عم تفهم علي؟ بنتك مجدة عندي. هلا يا
على الجبل بسلخ جلدك وبخليك أكل للضباع والدياب، ولا ولا أنت عرفان شو عم تحكي يا واطي؟ ها؟ لا القطري ما نقعد عندك غصب عنه. لا تتزاكى علي ولا وينها بنتي هلا؟ وينها؟ شو المطلوب مني؟ شو رأيك بالفيديو؟ تعرفي انه انت عقلي، انت شو رأيك؟ عم فكر بشغلتين، الأولى يلي عم ينقال مزبوط؟ إذا إيه؟ حتى لو كان صح مانو مهم، الشرطة رح تثبت هالشي، وفي احتمال يكون غلط. احتمال. لكن رجعنا من الصفر. لا ما رجعنا، ما رجعنا، بين إيدينا في معلومات. قلتي شغلتين، شو التانية؟ هنين بالدنيانا ننتقم يا ابني، بس مين يلي بده؟ بدي أقول شي بس ما تعصبي. شوفي ابني قول. قلتلك انت العقل تبعي، يعني أنا ما شفت أبي ولا بعرف شو يعني أبي. حبيبي. لا يعني ما تقول هيك ولو. ابني حبيبي ولو ولو. والفيديو ما في له أي أهمية عندي، وإذا بدي انتقم فكر مال اللي عملوه فيك وعملوه فيك كمان، وعيشوك شغلات بشعة يا روحي. ليك تركوك بدون أب؟ أنا تغلبت على هذا الشيء. ما تغلبت، أنت ما قدرت. لو أبوك كان موجود ما كنت دخلت على السجن أصلاً. هنين يلي لعبوا بحياتنا. ليك بدي أقول لك شغلة، إذا بأي يوم حدا فينا نسي هالشي بذكره الثاني ما رح ننسى. مزبوط، هنين يلي لعبوا بحياتنا، هنين يلي خربوا حياتنا.